واحدة من قصص مثقفي الموصل التي تغلب أصحابها علي فكر داعش خلال سيطرته علي المدينة، الأكاديمي الموصلى النحات قيس ورغم حصار داعش إلا أنه لم ينقطع عن عمله الفني بل العكس إذ اتبع حرفية من خلال مساميره التي يرصفها جنبا إلى جنب ليجسد تماثيل تحاكي الإرث الحضاري العراقي وبحس جمالي فريد من نوعه أستنطق هذه المادة وهذا المسمار وأجعله يعبر عن كل ما في داخلي من تعابير ومن قيم فكرية وجمالية داعش وخلا يعني جعلنا نمكث في بيوتنا أما نجله النحات عمر فهو الآخر تأثر بفن النحت وأصبح جزءا من حياته وبأسلوب حداثوي خالف فيه أقرانه من النحاتين بعيدا عن النقش على الخشب قريبا من المرمر والعمل التشكيلي استمرت بالعمل في هذا المجال حتى في فترة دخول داعش الحقيقه كانت توجهاتي في ذلك الوقت هي توجهات حداثويه حيث كنت اعمل على خامه المرمر والموزايك. وخلال فتره احتلال داعش للموصل رفض الكثير من مثقفي الموصل ومنهم الدكتور قيس ونجله لايديولوجيه داعش والانجرار وراء سياساته. استمرينا ممارسه عملنا داخل المدينه رغم الضغوطات اللي كنا نواجهها من عناصر داعش رجعنا نمارس عملنا بشكل طبيعي داخل المدينه مثل ما كنا بالايام السابقه. وبعد تحرير المدينه من سيطره داعش عرضت نتاجات هذين الفنانين والتي جسدت واقع مدينه الموصل وما كانت تتعرض له من هجمه ارادت ان تقضي على حضاره عمرها الاف السنين. ووفق مراقبين فإن مثقفي الموصل ساهموا بكشف مخططات داعش أبان دخوله إلى الموصل عبر تنفيذ مشاريع ثقافية بالخفية بانت ملامحها بعد التحرير من الموصل هيثم أحمد الحرة